مباشرة بعد العطلة توقيت جديد بالمؤسسة التعليمية بهذه المدينة. من المنتظر أن تعتمد المؤسسة التعليمية العمومية المتواجدة بمدينة القنيطرة توقيتا مدرسيا خاص بفترة الشتاء، وذلك مباشرة بعد انتهاء العطلة البينية. وحسب الوثيقة التي كشف عنها سيت أنفو، فإن المديرية الإقليمية لمدينة القنيطرة طلبت من مديريات ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية والمفتشات والمفتشين التربويين بالتعليم الابتدائي بالإضافة إلى أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي اعتماد التوقيت المدرسي خلال الفترة الشتوية برسم الموسم الدراسي الحالي. وقد حدد وقت الدخول صباحا على الساعة 9 بالنسبة لجميع الصيغ المعتمدة بالمؤسسات التعليمية الابتدائية، وتقديم وقت الخروج مساء إلى الساعة 6:05 بالنسبة للصيغة الثانية حجر للأساتذين وبالوسط القروي.